يا شيخ هذا السائل يقول رايت بعض الطائفين يدفع ان بعض النساء واولاده لتقبيل الحجر فايهما افضل تقبيل الحجر او البعد عن مزاحمه الرجال. نعم البعد بل يجب البعد اذا كان فيه اذا كان فيه يعني خطر من جهه الشهوه فانه يبتعد. ويشير إلى الحجر من بعيد، إذا حاذاه يشير إليه، ويكفي، والحمد لله، نعم.